من نهار جابونا لهنا حتى لآخر نهار في 1981 ماتوا منا 19، 16 في الكاشو الثاني و3 في الكاشو عندنا. أي واحد ما عنده حتى فكرة علينا ولا فين مليوحين تقول لي غير العدد الموتى اللي ودها في ظرف 8 سنين في واحد الحبس غادي يعرف باللي داك الحبس ما غاديش يكون عادي، كيطحن في بنادم عام مورا عام ولا لا يوريك شحال دالمراض والمسطين. العفو لا، في العام ديال 82 ما مات تا حد، ولكن وقع لينا مشكل في العز رمضان وبالضبط نهار 13 في شهر 7 كانوا الغارديانات كيفرقوا علينا السحور مع جويج جوج الصباح. ناض حيفي بلا ما يرد البال الشاف بن دريس ودوز واحد المجلة ملوية في شرويطة لجارو ميمون، ضرب بن دريس على الفيلم وقال لحيفي يعطيه لامانة يشوف شنو فيها، غير لقى ديك المجلة ويغوت على الغارديانات. أجي وتشوفوا خدمتكم الزينة، ناس مفيكين هنا ولاو المجلات أسيدي كيدخلوا التل عندهم، شنو مقابلين البرد ديال من هاد المجلة؟ قالوا ليه الخوت بجوج ما عرفناش. عاود سولهم شكون الغارديان اللي جابها ليكم، جاوبوه ما عرفناش. صبق الميم ترتاح باش خدامين، دار بن دريس لعند حيفي وقال ليه انت اللي عطيتي المجلة لصاحبك، شكون عطاها ليك ولا جابها ليك؟ حيفي ما مسوقش، قال ليه لقيتها فوق الضالة. بن دريس ما صور والو، قال الغارديانات سدوا البيبان حتى الصباح ونشوف هاد القضية. غير مشاو في حالهم وهي تقرب لعندنا في الكاشو، الصداع السبان والروينة. واحد من الدراري قال لينا والخوت راه ماشي وقت الخصام هذا، جمعوا راسكم راه غدا يقرقبوا علينا الغارديانات، اللي عنده شي لعيبه يخزنها ولا يغدرها في شي قنت وردوا البال، راه حنا في الصيف وراه يقدروا يهبطوا لنا حوايجنا كاملين، ف بلا ما تخبيو شي حاجه بين الفخاض. الغد لي دخل بن دريس مع الشاف سعيد ومولاي علي، بداو بالسيلون الاول ما لقاو فيه والو، دازوا للثاني في الغالو مشلل ومجبد فوق البياصة، هزو قلبو مزيان ما طاحوا على التالعبة. دازو عند بالكبير في السيلون الثالث، طولوا عندو القاو حريرة، جوج الكتوبة ديال الدين، جوج مجلات، دوايات ترانزيستور وشي حجرات. خرجوا من عندو بلا نقاش مادام الحجة دامغة، دازو للصفراوي ناشفة الدعوة. موراه جاو لعندي قال لي بن دريس الرايس راه كنعرفو بعضياتنا وعارفك عندك غير قود، فإلا مخبي شي حاجة جبدها بلا صداعات. قلت لي عندي هاد القرآن دي ولا خلي راه أصلا حفظتو كامل. قال لي ما عندك لا دوايات لا كتب لا راديو لا والو. قلت ليه منين غادي يجيني هاد الشيء وانا بين الحيوط ليل ونهار؟ دخل مولاي عليه وقال لبن دريس راه الرايس حازق بحالنا وما يقدرش يلقى شريك، طبعه خايب وما عمرو يدير الصحاب لا في الجنه ولا في جهنم. اختي ما درتو بتحكام كرشخه. شاف سعيد ما قدرش يحط رجلو عندي في السيلون، بقى على برا. يقدر يكون ما نساش نهار صبنتو وهددتو بالقتيلة. بن دريس ومولاي علي ما قلبونيش، يمكن احترموني حيت قراو عندي شحال هادي ولا خافوا لنكعا ونتقرع عليهم. بداو الخوت كيكعا وناض الهراج، قال لهم المرزوقي حنا مسلمين بحالكم، علاش كتعاملونا بهاد الطريقة؟ تبعاتو صوات كتنادي بحقنا ولا الموت؟
جاوبهم مولاي علي قال ليهم انا هو عزرين فوق الارض دابا نفرجكم. نقز حشاد وقال الغارديانات هادشي اللي كديروا راه ماشي فعال البشر. جاوبوا الشاف سعيد انا اللي غادي نتكلف بيك انت غاصبر بلاتي. كنت كنطل من تقيب هاد الباب وكنضرب على داكشي اللي جمعوا الغارديانات من السيلونات بكياد الفرماج قرآن الكتوب لوقيت وزيد وزيد. مولاي علي ولا عزرين كيف سما راسو كان شوية مفركل في دماغه ما راسيش. خدا الراديو وخدم الموسيقى هو يدور فيه بندريس باش يوقف هاد الشي. جاوبو مولاي علي مون شاف انا صايم من الصباح ما كميت وكتبان لي غير الضبابة بغيت نسمع شوية هاد الموسيقى. واش انا كنجري بحال الحمق نفرق عليهم الماكلة وما كيسمعوا الموسيقى وانا متيقن باللي عندهم الروج قلبو مزيان وغادي تلقاو الشراب مخبي. هدرتو كلها مزاقلة. خدا باكية ديال لافاش كيري وقال لبندريس هادو راه كيتمرقلو علينا الشاف شوف حتى البقرة ديالهم كي كضحك علينا واللي يقدر يدخل الترانزيستور يقدر يدخل حتى الطاسة لهنا. وصلوا الغارديانات للهدف ديالهم واللي هو السيلون 29 ديال حشاد. قلبوه بندريس ومولاي علي سفاع لاعلى ما لقاو تاوزة وخرجوا. الشاف سعيد ما تسرطاتش ليه ما دواش بقى كيشوف حشاد وحشاد هو كيشوف فيه ما تسوقش. بدا سعيد كيقلب فيه وفنعه مزيان. في الاخر لقى 100 درهم والحال ان حشاد صيدهم حيت كان خازن نص مليون في رجليه لتحت ودار ليه ديك 100 درهم غير مصيده بين فخاضو. في الاخر جمعوا الغارديانات داكشي اللي لقاو في السيلونات وحرقوه في الساحه. علاش؟ حيت كانوا خايفين لا يساق المدير الخبار ويقود معاهم السوايع. البروغرام عندنا في رمضان كان في شكل جوج الصباح السحور كيجيبوا لينا مغرفه ديال لي بات ومع جويل 5 د العشيه كيفرقوا علينا الماء الخبز الحريره والقهوه نظام غذائي لا علاقه. جوج د الوجيبات في عوض 3 على طول شهر رمضان. الأغلبية ديال الخوت كانوا كيصوموا 3 اللي كانوا كيفطروا والحجة عندهم أن الصوم في هاد الظروف اللي احنا عايشين فيها بحال الانتحار. الغد ليه جا عندنا الحمامة وفلاش وقالوا لينا نعطيهم أي حاجة تقدر تغرقنا حيت الكاشو غادي يعاودوا يفتشوه. وهاد المرة الغارديانات كاملين. جا نهار 23 يوليو دازوا على الكاشو كامل ما لقاو والو ولكن حيدوا لينا الماطلات اللي كنا كنصوبوهم من الشراوط الشعر وكراتن ديال الدوايات اللي خدات لينا سنين باش جمعناها. الغارديانات صحاب اليوم باللي خلاونا على الدس ما فرحصهمش باللي قدرنا نسلجوا راديوات باش نتبعوا الخبارات القرآن باش نراجعوا لنسينا والمرايات باش ندخلوا النور للسيلون. الراديو لعب دور كبير في تاز ما مارت بيه باش قدرنا نعرفوا شنو طاري في العالم. 4 ديال الخوت اللي كان عندهم الوافي المرزوقي السعودي وحشاد التواصل كان بيناتنا تيكون بالكودات باش الغارديانات اللي راخين ودنيهم ما يديو ما يجيبو. السعودي كان هو الطوب في التعاود الخبارات عشنا معاه نهار بنهار بحال شي مسلسل الأحداث اللي كانت واقعة في ذاك الوقت. دازوا ليام وجات 86 شوف هاد الغارديانات ما بقاوش كيدوروا بجهتي وبدوري ما بقيتش مسوق ليهم وليت غير طريف من الديكور وفرحت حيت نساوني غرقت في الماضي وحداتو
وبديت كنجبد التفاصيل ديال الايام اللي فاتوا. مره كنفكر في الايام الماجيه وكنتخيل راسي حر. الامل بحد ذاته كان كيبورشني من الداخل، واش غيجي شي نهار ونخرج من هنا، ولا هنا مداد المكتب غيتسالى. شحال من واحد جفاه النوم حالته حاله، تعيا ما تحس في قطيع الخرفان في غار من الغيران وفي الكماله. كاين اللي كيسعل صدرو التساس لا حريتو، كاين اللي كيبقى سهران كيهمس مع جارو باش ما يخسروش النايم ليلتو. دازو الايام بقى الحال على ما عليه، من غير الغارديانات اللي ما بقاوش حاملين الطويل، اللي عايش بخير حيت مراتو ميريكانيه. واحد النهار قال لي واحد الغارديان راه دوينا مع المدير باش نديو الطويل شي بلاصه اخرى، حيت ما حملناش واحد كيجي في حقو دجاجه كل نهار وصحابو كيضربوا البيصاره. قال لنا المدير انا ما كندخلش في هذا الشيء، ديروا شغلكم وهنيونا. كان عليهم حتى هما يتزوجوا بقاوريات وزوينه هادي. مهم الغارديانات رخاو الصمطه، من غير بندريس اللي بقى هو العدو ديالنا، مولاي علي اللي كان تيقول على راسو عزرين ولا بخير معانا، تافق مع الحمامه باش يخليو البيبان محلولين لمده طويله، وسمحوا لشي خوت طوعوا باش ينقيو الكولوار مره في كل شهر. قدرت نقنع انا وغلول الحمامه باش يربط لينا شي اتصال بالفاميلات. البلان كان هو يمشي القنيطرة ويجيب الدواء، زيد عليها 3000 درهم للصندوق ديال الدعم اللي دايرينو في الكاشو، موراها ب6 شهور يدير شي تصافيره لعند فاميلات اخرين. كان ضروري هادشي يمشي في الخفاء، حيت اقل حاجه تقدر تخسر لينا البلان. فهاد الوقت كانت فارعاني الكحبه، ولكن اللي كان خالعني هي السخانه اللي كدوب ليه الحمي. كان قطر بالعرق وكنحس بالعوافي شاعله ليه في صدري. كان برزت النايمين بسعالي اللي ما كيرصاش نهار وليل. في الاول كنت بزز باش كنت تحرك ناخد حقي في الماء والماكله اللي كتهلك لي مصارني. من بعد وليت كنزحف، كندير اللي في جهدي باش ما نطيحش في الفخ ديال نكرم بلاصتي ونصدق مشلل. صوبت واحد المخده من شراوطي وحوايج الناس اللي ماتوا، وليت كنديرها على صدري باش تكالي عليا السم ديال البرد. جاني واحد الاسهال مقود، وليت مجبور نمشي للطواليت كل لحظه. كان كيخرج مني داك الشيء بحال الماء سخون. قبلت العرض ديال الحمامه وحشاد، واللي هو نشري الدواء اللي خاصني ونأجل اتصال بالفاميلات تال من بعد. اللهم نصوفي راسي ولا نتبع طريق الخوت اللي جابوا الكاو، بحال الغالو اللي بقى مشلول ومتكي على جنبه اليسر من 78، وبن رضوان التجاني اللي داب بحال شي شمعه. فهاد العام تبعنا الاقصائيات ديال كاس العالم اللي كانت في مكسيكو، زهينا مزيان وفرحنا لذاك الشيء اللي قدر يوصل ليه المنتخب. ايه كون عرفوا الجمهور اللي كان كيشجعهم من القبوره ديال تازما مارت كيف داير، ما نعرف شنو كان غادي يوقع عليهم. في 87 دخلوا البريات ديال الفاميلا، شادهم في ايدي وكان ترعد، ما قدرتش نقراهم، شوفي ضعيف. قرا لي الطويل الرساله وعيني غارقين وسط الدموع. كان بكي وانا كنشوف في تصاور ولادي اللي ما عرفتهمش، خليتهم صغار وكبروا، واخا حروف وجاههم ما بانوش لي مزيان، ولكن من شوفاتهم كيبان لي بلي قاصاو كتر مني. فرحت بزاف فاش عرفت بلي مراتي بقات خدامة باش تكبر الدراري، وزدت فرحت كتر فاش عرفت بلي بنتي كتقرا في الكلية العلوم وولدي خدام في الوزارة الصحة. قلت مع راسي لاش غادي نتسوق لشنو وقع لي ولا غادي وقع لي، ما دام ولادي كبروا وصلوا لبرلمان.
الخوت كاملين فرحولي، حتى من الناس اللي ما وصلهم والو. واحد اللي كعا هو صديقي اللي بدا كيهددنا باللي غايشريها لينا مع الغارديانات. عياو الدراري كيطلبوا فيه واللي حتى هما ما وصلهم والو، ولكن صديقي ما برج. وهنا كان خصني نطاكي الحديد بالحديد. قلت ليهم سمعوا الخوت، شي وحدين هنا راه كيفكروا عفريوسهم. هذه المره الاولى اللي كتوصلني شي برام ورا سنين طويله، وكاين اللي ما عمرو وصلاتو شي حاجه ومازال كيتسنى. في الوقت اللي صدقي وصلوا بريات فاميلتو ثلاثه د المرات، انا مضروب بالمؤبد وما عندي ما نخسر. هنا غادي نفرش كل شيء ونقول لغارديانات باللي صدقي عنده ترانزيستور والفلوس، وباللي ربط الاتصال وخرج الخبر ديال التازما مارت على برا. كاين من الخوت اللي عاقب القالب وعرفني ما غندير والو، لعبوا معايا الدور وبداو تيكالميو فيا. فجات الوقيته ديال التفراق د الماكله، صدقي ما قال والو للغارديانات وداز سالمه. فهاد العام نيت الغالو طلعوا لي الدوايات اللي كياخد في الراس، وقال لي انا وغلول ندويو مع الحمامه باش يجيب لي واحد الدواء تقليدي عند واحد العشاب مشهور في تافيلالت. مورا شهر جاب لينا خونا اللعيبه دواء مصنوع من 84 عشبه مخلطه بالعسل تمر والسمن. وحيت بزاف ديال البيلوطات ما عمرهم شافوا الغالو، استغل لنا الفرصة وطلبنا من الغارديان يخليهم يزوروه. فاش مشاو لعندو تخلعوا بداك الشي اللي شافوا. كان كيصحاب اليوم غادي يلقاو كائن بشري في السيلون، ولكن الغالو كان غير سكوليطة فيها انقطاع الحياة، كمشاد العظام مشوة وخلاص. الغالو كان قابط في ايدي شمعة لعل وعسى يشوف الوجوه اللي دايرة به، ولكن المراد ما تحققش وما قشع والو. الخوت منهول المنظر في بلايصهم كرمو، لحمو كلهم تقبل جراح المقيحة، كانت يبال بحال شي شراويطة بشرية. ولكن واخا هكاك كان مسلح بالإيمان وثقته بالله كبيرة. بقى عاطيها لدوك العشوب تلت شهور. واحد النهار عيط لي غلول قال لي واش بغيتي تشوف واحد المعجزة، واحد المنظر غادي ينغمك. دخلت شوف الغالو، ولكن ما تعيقش حتى نديروها مفاجأة للخوت. دخلت للسيلون الثاني هو يطير لعقلي، تيصحاب لي غير كان حلم. عيني خرجوا وانا كنشوف قدامي الغالو مقرد فوق البياصة كيتحرك صحا سلام. عطاه غلول العصاد الشطابة وشد لي كتفو وقال ليه اتحرك باركة من العجز. دار الغالو جهدو هو كيتبسم، وقف وبدا كيخطوي بحال شي روبو تقول كيتمشى فوق القمر. منظر تقدر تفرك عليه عينيك حيت صعيب تيقو. غلول فرحان بحال شي دري صغير، قال لي شوف الجيكيكا، هادي هي الإرادة والصبر. كنت ديما كنقول اللي بغا راه يقدر. من زهرنا المخور الحمامة ما بقاش في تازما مارت، والغالو ما قدرش يكمل الدواء ديالو، عليها رجع للحال اللي كان عليه وشد الأرض في خطرة. وحيت كان عاجز يوقف قدام الدور هاد الماكلة القليلة المسخة اللي ما كتصلح حتى زمره، بدا كيحتضر بحال شي ورقه الشجر كتكرم شويه بشويه مع الزمان. والحاجه اللي كانت تعجب لها في الغالو هو السيد كان في اقوى الظروف، وهكاك بقى مهدن وما كيغوتش، كيكتم همو في عماقه باش ما يحزنوش رفاقه. الودنين عندنا كانوا واكلين الدق بالصداع من غير غوات المرضى وخبيط المسطين في البيبان،
القصدير اللي في السقف كيبقى يضرب به البرد وتخبط فيه الشتا، الشي اللي كيفرض علينا السكات ليام طويله. سناني تقيحولي وجاني واحد الصداع خلاني بلا ماكله بلا نعاس. فوق تفراقد الماكله الغارديانات كانوا تيخليو حشاد يجيب دوره في السيلونات عند الناس اللي بغات تحيد شي سنه، كان تيقلعها غير بصباع يديه، ولا كانت شاده فراسه ومعكسه كيخدم الخيط. ليستاد الامراض اللي كاينه في تازما مارت ما كتقاداش، كنت كنلصق في الفراش بسبب المرض اللي فيا. دازت عليا الوقت اللي ما قدرش نتحرك سيرتو يا مات الكز، كنت كنقضي حاجتي في سروالي. الناس اللي كانت كتشراو لها في الحوايج ما كانتش كتخبيها حيت ما كانش هذا سر بيناتنا، وشحال من مره علتنا كانت سبب في تقشابنا. كثرت الهم كتضحك. واحد النهار بوحيده اللي كان كينطق السين شين قال لي عرفت البارح ما بغاش يديني النعاش صاحبي حيتاش جي بي شي 40 شي فوا. قلت ليه واياك لاباس. قال لي راه نفخوا لي باقلي ولاو بحال البيضات ديال النعامه. قلت ليه وا ديك الساعه صوب بهم اومليط. في الكاشو تبدلات الحوال، مشى الحمامة وشد مولاي عليه التقاعد، وجا واحد الغارديان كنا كنخافو منو حيت كان ناشف، سمينا عليه سرفر. بنادم كحالة الدنيا في عينيه، المكتوب كيتصرف والقدار رجعت لي السعلة بواحد الشكل، ولات حياتي في خطر. وخا ما عنديش مع القمرية حيت كنلعب بوراقي باينين فوق الطابي، غمضت عيني على كاع الاحتمالات وخديت ورقة 50 درهم كتبت فيها السمية ديال الدواء اللي خاصني وحشيتها في إيدك الغارديان. تردد واحد شوية وشد لامانة ومشى. بقيت كندور الاحتمالات في راسي، يقدر يقول المدير طامع في شي دويرة، ولا يقدر يضرب الفلوس في جيبه بلا ما يجيب لي حتى لعبة. والاحتمال الثالث اللي بورسونتاج ديالو كان طايح هو يدير المزيان ويجيب لي دوايا. الغد ليه وقيتها تفراقد الماء صبري كيتقاضى والضربات تقلبي علاقة. كانت صناف وقاش نسخف ونجي الارض دودة. تحل بابي على غفرة، اعطاني الغارديان الدواء وخدا 15 درهم. دار معايا الجميل صراحة. داز السيمانة وليت باخر، عاودت لخوتي على الفيلم اللي جاري وقلت ليهم بلي الغارديان وصاني لا بغيتو الدوايات راه يقدر يجيبهم لينا، ولكن بشرط داكشي يكون حسي مسي. كنت انا اللي مكلف، كنجمع عند الدراري وندوز ليه فاش كيجيب الدوايات كيعطيهم لي، وكنفرق داكشي على ماله. بداو الغارديانات كيعياو وكلفوا واحد من الخوت بغسيل الطناجر وتفراقد الماكله، الشي اللي خلانا ولينا نقدروا نخرجوا للكولوارات وخا الضو قليل وصعيب تميز به ما بين الوجوه. باقي نعقل على السعودي اللي عنقني كيصحاب ليه انا بالكبير، منا اللي بكى لهاد الجماعه ديالنا. وفاش كتأمل فهاد المنظر كيبان ليك رجال كيقلبوا على من يدفي الروح دالوحده اللي قتلاتهم. بديت كنختبر الايمان شي وحدين وقلت ليهم العقوبه ديالكم سالات شحال هادي ومازال كتعاني وبلا موج بسرعه، ياك الله رحيم بعباده فعلاش كيعذبكم هنا؟ قالوا لي ارى البشر اللي ظالم وغاشم كيستعمل داكشي اللي عطاه الله باش يقضي على خوتو. تعمدت نزيد في الحجة وقلت ليهم ياك الله مطالع وقادر يوقف هاد الظلم علاش ما وقفوش؟ جاوبني واحد فيهم راك على حق، ولكن الله راه يمهل ولا يهمل، تا
تيخلي الظالمين وقيتها فين يتوبوا ويصلحوا نفوسهم، ومن الجهة الأخرى كيختبر الإيمان والعقيدة ديالنا واش شادة في الصح ولا لا، وشنو ما كان مقدر لينا فاحنا راضين به، والله ما غاديش يضيع لينا حقنا. إلا خسرنا الدنيا غادي نربحوا الجنة. صغر واحد فينا علق وقال لينا تازما مارس مدرسة تعلمت فيها نفكر نصبر ونرضى بالقدار، وما دام راني فيها فرما غاديش نعصى الله برا اي حاجة تقدر تغريني ونطيح في شي حاجة حرام. هاد الخوت كاملين كانوا صادقين في داكشي اللي قالوا، حيتاش روحيا ربحوا كتر من اللي خسروا وبعدوا على الطريق الخايبة اللي كانوا غادين فيها. الخرجة الكولوار خلاتنا نبقى ونشوفوا بعضياتنا ونتناقشوا في شي أمور بيناتنا. واحد النهار واحد صاحبنا قال لي أنا ما باغيش نخرج من هنا بالعفو. سولته علاش، قال لي شنو الفايدة نخرجوا للشمس وحنا دمرنا ومسحوا بينا الأرض، ما كتهمني لا شمس لا هو إلا كانت حقوقي مضروبة مع الحيط. قلت ليه إلا كتاب وخرجنا راه غادي نفلتوا من الموت وغنعيشوا مع الناس، راه جينا للدنيا باش نعيشوا ماشي باش نبقاو مرميين في الحباسات. قاطعني وقال لي إلا كنت غادي نخرج ونبدأ نسعى ونعيش عالة على فاميلتي بلا تعويض ولا منين نصور رزقي فكيبان لي الموت هنا حسن لي، وبلا ما تقول لي راني كنشوف الدنيا كحلة، ولكن نهار نخرجوا من هنا غادي يبان ليك ديك الساعة شنو غادي يصرى. واحد الليلة من ليالي الصيف الخانقة شي ناعس وشي كيقرا القرآن بصوت خاشع كيجيب البكا، تلقات واحد لغوتة زعزعاتنا. كانت لغوتة ديال خونا الغالو اللي طاح من فوق البياصة، حيت تلاتة الخوت اللي طوعوا باش عالجوه ينقيوه في ديك الليلة نساو ليه لمسان الجنب اللي كاتكاليه باش ما يطيحش. قبل ما يطيح غوت على ما طاب جهده بسلامة خوتي وهو يغيب. عيطنا عليه والو ما كيجاوبش، بدينا كنضربو في البيبان ونغوتو باش يجيو الكارديانات. دازت نص ساعة قبل ما يدخلو، حكينا ليهم اللي جرى وطلبناهم يفتحوا الباب يعاونوه. فاش حلوا عليه لقاوه طايح فوق ضياد الماء، ما بغاوش يدخلوا بسبب الروايح المعفنه. قالوا الغلول والشاوي وبوحيده يرفعوه لبلاصتو. سيرجون موحى اللي عوض واحد من الغارديانات اللي خرجوا تقاعد كعا دار فينا كاملين، قال لينا جبتونا في نصاصات الليل على ود محابسي طاح من فوق ضاله والحماقة هذا. بدا غوات الخوت، هذا قرا بنادم موحى وانت مسلم وعليك تسلكو. رد موحى واش ما يمكنش تسناو حتى يصبح الحال، هاد الصداع كامل على ود محابسي مشلول. جاوبو واحد صاحبنا هذاك راه 10 سنين هادي هو مشلل، وإلا خليتوه مرمي في الماء غادي يموت. قال ليه موحى داكور سيدي، ولكن ما كانش عليكم ديروا هاد الروينه كامله، انا راه شفت شحال ديال الناس قدامي كلاوهم الطباع، ماشي غير نتوما اللي كتموتوا. دابا شنو دير مع هاد المريض؟ واش تلوحوا الطباعي هرشوه ولا دكدك لي عظامو وتلوحوا في شي قنت؟ عاد يقدر يوعى بالحاله زعما، واش ما عندوش الدماغ باش يفكر ولا عندو شي حاجه اخرى في وسطه داك الطارو؟ الغارديانات تا واحد ما دوى، كلشي خرج مسكت
إلا دموحة اللي خارج من شرب. كان من الغارديانات الجداد وفي نفس الوقت هو الشيفورد المدير. يمكن شاف الموت بزاف قدام عينيه، عليها ما بقاش مسوق بالمرة. في التفرق ديال الطعام كيوصل بيه التمرضين ديالو والحقرة، درجة أنه كيقول المرض نوضى الفنيان اللي بغى ياكل راه خصو ينوض. واحد النهار قال هاد اللعيبة لواحد من الخوت، ورد عليه صاحبنا راني مريض وما قادرش نتحرك، فيا الروماتيزم وعندي المعدة. قال لي حمو حتى أنا بحالك، وخاكا كانت تحرك وكانت تمشى بخير، راه أحسن دواء هو القرعة دروج، واش بغيتيها؟ قال لي صاحبنا لا راه داكشي حرام. بقى كيهدد فيه حمو، ومن زهرنا أن الذاكرة عندهم تقوبة، كيهدد وكينسى، ما كيدير والو من داكشي اللي كيقول. كل ما تفكرت ديك الليلة فاش طاح الغالو كيضيق عليا صدري. كنت عجب الجور والظلم بنادم الخو بنادم، ولكن فاش كنت تفكر بوحيدة كاعي وكيضرب في الباب مور طيح هاد الغالو وكيبغي يعيط وصكور وتيقول وشكور وشكور، كان خراب الضحك. دازت عامل التقاعد ديال الغارديان مولاي علي، وخا هكاك خلى ذاكرة زوينة في قلوبنا. قبل ما يمشي دار علينا كاملين، كل واحد في السيلون ديالو، ودعنا بالعناق الحار. فاش وقف باب الغالو شعل شميعة ودخل عنده، قرب منه وعنقه ما طلقوش لمدة طويلة. تفرقع بالبكاء وطلب السماحة والعفو، وهاشنو قال ليه؟ سمح لي خويا الغالو، صفح لي، غفر لي اي حاجة ضريتك بيها في الاول، راه كانت الغشاوة على عيني، ولكن فاش حليتهم راه حاولت نصلح من حالي. سمح لي بزاف، راه غادي نمشي في حالي بالمرة، وما عمري باقي نرجع لهنا. مشى مولاي علي مور ما طلب السماحة. الواحد هو اللي يشوف في المرأة ويتحاسب مع راسه، واش الطريق اللي غادي فيها في حياتي كان ضربها شي حد؟ واش عمرك خديتي من وقتك وحسبتي الناس اللي ضريتي ودرتي طلبتي منهم السماحة؟ لكن انتي غالط في حق شي حد، والإيغو المفرقع ديالك ما كيخليكش دير هاد الخطوة. عفط على جد باباه الكلب وصير طلب السماحة من الناس اللي غلطتي في حقهم. تالله واخوتي.